عشيما ثانية واحدة تفضلي. هو مش كان فيه هنا كرسي؟ صح. هو انتوا غيرتوا الكنبة؟ ايه؟ انتوا قصدكوا ايه؟ اخاف هذا يكفي؟ تخاف يكفي؟ ايه ده انا حلزوني وبقعد في حتة قد كده، يعني ايه كفي؟ تبين تجربي تعالي اخذي مكاني. يلا يلا يا رب. ممتاز. اول شيء خليني اعرفك على الجمهور كله. هذول حبايبنا يموتون عليك. لا انا ارجع مكان. صدق؟ الكرسي زي الاول. قلت لك ايه ده يا دي مزكنا قالت الكرسي؟ طب اهو يلا. بس يا انت تقول لي يا جماعه ثقافه التصوير عندكم غريبه، شنو اللي تعجبتي منه بالتصوير؟ ان الناس هنا احنا عندنا في مصر ممكن نتصور فبيجوا يتصوروا معايا. حلو. انما عندكم ممكن نتصور فاقول لها اه واعمل ايدي كده انها تيجي بقى وحدنا واصحاب بقى وانتم وكده، فلاقيها راحت مطلعه الموبايل ومصوراني. طب قولي شاي حاج رفقاتي. طب ما تقول انت رفقاتك اللي انت عايزاه. اه يقولك الجروبات الغريبه. اه ايه صوري حق جروب بطوطه فتافيت بتابيت كتاكيت كلهم فيهم ايه. بس ما شاء الله عليك يعني مع الناس. امس قاعد اشوفك. لا شنو مصحاب من عمر يعني. طبعا دول حبايب. بس في شيء ثاني. انا اليوم كله فضايح. صبري بس. يلا بينا على الفضايح. انت جايب دقيت على شيماء قلت لها شيماء نبي نستضيفك بالبرنامج. قالت لي هلا والله واحب الكويت. قلت لها منو راح يجي وياك؟ كانت تقول لي مامتي. قلت لها جوزك؟ انا ادري توام زوجة. كانت تقول لي لا حيقعد في مصر. قلت لها ما خفتي يلعب بديله؟ قلت لك لا ما بخافش، كان عنده شغل. حلو. قلت لك ما بخافش واستنى معايا يا حمد وانت هتشوف اللي هيحصل. صح صح. الحين وين زوجك؟ اهو. عيب عليك. وين الثقة؟ وين الذيل؟ طب ماشي مع الثقة ان هو ساب شغله وجي معايا ما بيقدرش يستغنى عنه. ايه الحب ده. ايوه. هو انت كنت فاكر الثقة ايه؟ ان انا هسيبه؟ اه ابدا. طب فهمت غلط. زين يمكن انت اكيد واثقة في زوجك. لا. ليش؟ لا واثقة بهذا. انا ما واثق فيه. مش واثق فيه؟ لا. وتثقش فيه واحنا يعني فارق معانا قوي يعني. حياتنا واقفه مستنياك تثق فيه. لا لان براويت شيء من جوزك. اه بس استنى شويه معلش يا استاذ محمد. اه معلش معلش معلش. اه لحظه. لا 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 نيلت ايه؟ استاذ محمد بصي متابع مين في الانستغرام؟ ده فوتوشوب. متابع مين؟ هيفا واهبي وميا دياب. ايوه عشان شبهي. اي حد شبهي بيحبه. وانت فاكر ايه؟ اهو كلهم شبهي. كلهم شبهك يعني عادي عندك. حتى نادين سيفن جيم شبهي. بلوك والاكونت هيتقفل. اتفضل. ها هي الراجل من دول. عشان نختصر الموضوع قبل اي مناسبه ركز مع مراتك بتقول ايه وشوف ايه اللي بين السطور. هتلاقيها من الاخر بتقول لك هي عايزه ايه. اللي هو مثلا مع الدين ايه ده ايه ده تصدق انا ناقصني شنطه لونها اخضر. انا كان في شنطه هروح اجيبها وتعمل مستهبلة شوية. البرفيوم خلص. آه فأنت حضرتك افهم ومفيش داعي تروح في الآخر تجيب لنا ورد وشوكولات عشان الورد بيترمي والشوكولاتة بتترمي بطريقة تانية. فإحنا عايزين حاجات مفيدة. بس حاجات مفيدة زي إيه يعني؟ ما أنا قلت أهو حاجات بقى كده يعني. ما عرفتش تجيب حاجة خالص واحترت حط الظرف بالفلوس وإحنا هنتصرف. لا لا هذه نصيحة حلوة. مش عايزين نتعبكم. شيماء والنبي عسل. شيماء انا راح اوزعهم كذا زين. اوكي وراح نلبس البوكس. انت بتوزعهم كذا؟ يلا وزعهم على راحتك. اهو انت بتوزعهم قريبين من عندنا. ده انت ناصح قوي. شوف يا شيماء قبل لا تلعبين تفضلي. ايه ده احنا هنلعب بالبوكس؟ ايوه احلم والله. اللي ما راح يجيب جول راح يصك الثاني بوكس. طب انا عايز اخد البوكس ده معايا البيت.
ده حلو قوي. بس خلاص كده؟ تمام. ايه بس ماشي. راح نلعب باليمين؟ تبلشين انا ولا انت؟ انت ضيفتي. انت بقى وذوقك ضيفتي وليديز فيرست وحاجات كتير. ايه صح. لا لا عاد لا تلعبي بالايد اليمين. العب بدي. ايه تقدرين؟ دي مش اليمين دي الشمال. انا ما ادري الساعة. انت مش عارف يمين لا ما يخالف. وانا بقول ادبي. بس شيماء طلبتك. نعم. بيني وبينك والله سيزون كامل هذه اول حلقه شوي شوي يا عم خد اجازه. ما جاتش. فايه اللي هيحصل؟ يلا وريني كده. انا ضيفتي ما راح اعطيك حيل. طيب ما لا لا. انا ما بلعبش وما بخسرش ما عنديش الاوبشن ده. زين خلاص كذي خفيف. زين خلاص واحدة واحدة. انا حمد بس محمد. الحين دوري اذا ما كونتها ماشي يلا. لا حلف علي. لا 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 اسمع. وقعتك؟ ارتجاج. يلا وقعتك؟ عندك. هو كده خلاص اتخنق مني فانا لازم اكسب. يلا كسبت. يا رب. قاعد غش يا اختي. يلا. انا اسفه. الحين ما ينفعش الاسف يا شيماء. خلاص فات الاوان. ماشي. عندك. ماشي اعمل انا. لا دوري صح صح. صح. لا شيماء 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 دقيقه خلاص اخذ نفس. ماشي يلا. انت كنت في الطياره يا عم انت في ايه هتمثل ده البتاع هي بتوجع. اي والله بجد. اجرب قلبي. لا ما بتوجع. يلا بسرعه. هو انت لعبت كده خلاص انت بتخليني اضربك. ايه لا عفوت عنك عشان اللي فاتك كان الجامد. لا عشان ما اخسر. لا حرام حرام بعد وحده. ايوه لا ما بسيبش حقي. واقف ونزل واحد هذا اللابس يسمونه صول ما ادري. امين شرطه. امين شرطه. امين شرطه ورا واحد مباحث. مباحث واقف من بعيد فامين الشرطه قال لي انت جاي هنا عشان انت خليجي ما تحترمش الناس. هاوشني العين وانا واقف اضحك يقول لي تضحك ليه؟ قلت له لان قاعد اشوف شيء بالافلام شفته الحين. اتصال لي سنين انا يعني انا اشوف هاي ضربني شكل ضرب بكى بكى سبان اشتكى شفته الواقع انا ما وديت ايدي قال هاي عيني فلقيته قال له الامين الشرطه يعني دلوقتي عاوز يضربني ده عاوز يوديني يركبني بالهذا. فلقيت امين الشرطه من هنا بيقول له المباحث هذا قال له ده الاستاذ نبيل شوي شعير الكويت مش عارف ايه قال لي يا باشا انت من قلت طب تعال يا واد شي نادي هذا مال شو قطراك؟ اسفين يا استاذ 180 درجة. طب معلش القصة دي استفدنا منها ايه؟ استفدنا هقول لكم لا هكمل ده انا هقول حاجة ده انا هقول حاجة القصة دي استفدنا منها ان الولد بتاع الباركنج امين وما رضيش يدي مفتاح عربيته ما تقدر عليه وفي الاخر اتضرب بسببه طيب. يرضي ربنا. ما تقدر كبار. يا ويلك. انا صراحه في شيء عامل مشترك بيني وبينك بيني وبينكم العامل المشترك بيني وبينكم ان انا ما اقاوم الاكل فما اقدر اسوي رجيم فخلاص خلنا يعني خلنا نبين حق الناس انه احنا هنعيش كم مره في العمر ليه نعمل رجيم ليه بقى قدامي شوكولاته ولا مكرونه بشاميل ولا اكل بحبه وما اكلهوش ولا محاشي كل ده عشان خاطر اي حد يقول لي ايه ده انت خسيتي قوي بقيتي ان شاء الله ما قال. انا استفدت ايه؟ لحظه سؤال انت مو اتزوجتي؟ اتجوزت. وتزوجتي؟ الحمد لله. هذا مو ريلك اللي تمساها طيحت طاحت هذا هذا مو ريلك؟ ماله؟ يعني هو مش راقب مش ايوه مش تجوزتي؟ ايوه مالكش تعب حياتك خالص بس كده صح؟ اكل زي ما انا عايز ايوه الحمد لله. ايش رايك؟ بس احلى حاجه.
شنو اخترتي؟ اي اغنيه تحبين اكثر اغنيه حق استاذ نبيل الشعير عشان نختم فيها الحلقه؟ ما اروعك عشان حافظها قوي وبلحنها. اكيد اكيد حافظتها. طيب ممكن اسمعها منك؟ ورينا نبذه كذي. بس انا عملت لها ابديت. لا لا ابديت لا زين. طب اغنيها انا الاول؟ نقربها انا؟ ماشي ونجرب وتحكموا اني الاحلى. حلو. ماشي؟ حلو. اكيد انت الاحلى. انا لا 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 اعطي ختمتي ونختم مع الاغنيه. ماشي. اوكي. نشكر ضيوفنا على تواجدكم، نشكر الجمهور، ان شاء الله الوعد الحلقه الجايه في برنامج مع حمد شوهم عندنا ضيفه دمها خفيف من مصر بعد. نشوفكم على خير. مروه يا سلام. لابسه برلينا ولا لا؟ عجب ورم الخيال مروعك ملكتي كل سحر الجمال سحرتني ما أروعك ملكتني ما أروعك وما أروعك ما أروعك ما أروعك أرواعك يا شيخ. نسمع البي شيما الأبديت. الله يستر. طبعاً أنا عارفة إن الناس بتحب أكتر تهيص وكده، فدي أغنية للحبيبة، إحنا جايين ننبسط ونسقف، تسقفوا معايا؟ ماشي؟ أوعوا تكسفوني. ما أروعك الدم.